مختبئ خلف الشجرة. طب ولماذا تختبئ؟ يقول أنا عريان. يقول من الذي أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي نهيتك أن تأكل منها؟ فيقول المرأة التي جعلتها معي هي التي جعلتني آكل منها. لو أن هذا الحوار مع رجل من رجال البوليس المبتدئين، من رجال المباحث الذين تحت التدريب، أظن حتما أن قائده لم يقبل به معه، إنه يقول له الكلمة مرة لا يمتها ولا يكررها، ويظن أنه يدرك خفاياه. أيجهل خالق الأرض والسماوات أين يكون عبده؟ أو ماذا يكون حاله؟ أهذا هو المعقول عندكم يا سعادة الطالب؟ تقولون أن الرب تعالى الله عما تقولون صارع يعقوب ليلة بتمامها حتى كاد الفجر أن يطلع، ولم يستطع أن يصرع يعقوب، رغم أنه كسر حبط فخذ يعقوب، أي ضربه في موضع حساس كان يلزمه أن يفلته، لكن يعقوب متحامل ولا يطلق الرب. يا ابني سيبني أطلقني يا يعقوب، يقول له لا أطلقك حتى تباركني. يقول له لست من اليوم تدعى يعقوب بل تدعى إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله وقدرت. أهذا هو المعقول عندكم والمنطقي يا سعادة البابا؟ أن يعجز الرب أمام عبد من عباده خلقه من نطفة قدرة ويحيل أمره إلى جيفة نتنة؟ أهذا هو المعقول والمنطق عندكم؟ تقولون أن الرب رأى ابن آدم وهو يتطاول في البنيان، فقال الرب في نفسه أوشك ابن آدم أن يصعد إليه. هذا كان أيام بداية الخلق. أما لو شاف مطحات السحاب كان عمل إيه؟ لو شاف برج التجارة العالمي قبل انهياره ماذا كان يفعل؟ تبقى لعقول لا تعقل ولقلوب لا تفهم. يقولون في كتابهم أن الرب قال أوشك ابن آدم أن يصعد إلينا ويتطاول في البنيان. فكر ربنا يحل المشكلة دي ازاي؟ قال له فقال نبلبل ألسنتهم حتى لا يجتمعوا على فكر واحد. يعني نخلي واحد يتكلم انجليزي وثاني فرنساوي ايطالي صعيدي نوفي تحري بحث لهجات والبحث على ما يفهموا بعض، يبقى في فرصة. ألم تفهم يا سعادة الطابة أن اليوم الآلة تترجم كلام هذا إلى أكثر من 100,000 لغة في لحظة واحدة؟